بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة تانية من ترميم وتدعيم الأوعد من ترميم وتدعيم الخصائص المسلحة. الحلقة بتاعت النهاردة تدعيم وترميم الأوعد. طبعا بخصوص موضوع تدعيم وترميم الأوعد ده من المواضيع المهمة جدا، لأن احنا أكيد فاهمين إن الأواعد والأعمدة لها خصوصية عن البلاطات والكاميرات. بمعنى البلاطه او الكاميرا تاثير محدود بالزون اللي هي فيه، في المكان اللي هي فيه، يعني المساحه اللي بتاثر البلاطه 25 متر مثلا، ومسطح المنشا كله مثلا 500 متر، 25 متر دول هم التاثير الكبير للبلاطه، تمام؟ ولو ليها اي تاثير تاني هيبقى في البلاطات المجاوره ليها من الاربع نواحي، اوكي؟ دي هي لما ابتدي اكسر، لما ابتدي اعمل، لما ابتدي اقلق، الحاجات دي هي الحاجات اللي انا بصلبها وبشتغل فيها وبقلق منها، تمام؟ يعني انا لو اشتغلت في 25 متر دول مش مطلوب مني الناس بال 500 متر، اوكي؟ انما العكس بقى في موضوع الاعمده والقواعد. في موضوع الاعمده والقواعد انا شغال على المنشأ كله، حتى لو شغال في عمود واحد، لو شغال في عمود واحد العمود ده شايل لي العماره كلها او شايل لي المبنى كله، اوكي؟ لان العمود ده شايل اللي فوقيه وشايل اللي فوقيه وشايل اللي فوقيه، وكل عمود فيهم شايل الحمل اللي جاله من العمود التاني، وشايل نفسه، وشايل الحمل اللي جاله من بلاطه الدور اللي هو فيه، فشايل الاحمال من اماكن مختلفه كتير، اوكي؟ فعشان كده الحرص مطلوب في ان القواعد والاعمده الشغل فيهم يكون ايه، بحرص، وواحده واحده ما نفتحش على نفسها فتحه، وان ايه وننم الشغلانه او القصه خطوه بخطوه، من غير ايه، من غير ما نخش في فقال ان احنا نشتغل في مساحه اكبر من قدرتنا على التحكم والسيطره، تمام؟ طبعا هنا بيتكلم في اول حاجه تقويه القواعد المنفصله بذات الابعاد والتسريع الاضافي. طبعا ترميم القواعد، تمام، دي حاجه مش شائعه، اللي هو انا لما بكشف عن القاعده بلاقي ان عندها شويه حديد محتاج صنفره وصدى وكلام من ده، فبقوم ارجعه مرممه زي الفل واقوم سايبه، تمام؟ ما بزودش ابعاد، ما بزودش، ما بحطش تسريح اضافي وكده، ده مش المعتاد. المعتاد بقى ان انا لما بوصل لمرحله القواعد دي بيكون المنشأ كله اتأثر، والدنيا بقت يعني تأثير الشروخ وتأثير المشاكل اللي موجوده جوه المنشأ كبيره، فاضطرتني ان انا اوصل للمرحله دي، لان طبعا الموضوع ده مكلف ومحتاج تجهيزات خاصه وكده، تمام؟ فلو قلنا خطوات الموضوع ده، اول خطوه طبعا بخف الاحمال الحيه والميته، بنضر الارضي، بكسر البلاط اللي فيه، وباخليه من مخلفات البلاط، وباخليه من وبشيل الردم والحاجات دي لحد ما اوصل لمنسوب التاسيس، واوصل القواعد، وبكشف القواعد، القصص دي كلها. طبعا عشان اعمل الكلام ده كله انا بعمل سيستم برضو تدعيم وصلب للمنشأ. ما انا مش هقعد اكسر في القواعد ومتصور ان ايه ان ده مش هيأثر خالص على المنشأ، لا طبعا ممكن يأثر، ما مش عارف حجم الضرر اللي وصله القواعد، ومش عارف بعد ما اشيلها ايه اللي هيكون ايه، يعني مش هيبان ايه سبب او ايه اصل المشكله غير لما اشيلها. هل القواعد ممكن تكون ابعادها كانت صغيره، ممكن يكون في مشاكل تانية موجوده مع الموضوع ده. بخصوص موضوع المشاكل، لازم تحل موضوع المشاكل قبل ما تبتدي تعالج، تمام؟ يعني لازم اعالج السبب قبل ما اعالج النتيجه، تمام؟ النتيجة ايه؟ ان القواعد دي حصل فيها مشكلة. السبب قد يكون منسوب مياه الجوفية عالي، تمام؟ انت قريب من البحر، منسوب مياه الجوفية عالي، ما عزلتش القواعد كويس، فالقواعد على مدار 10 15 20 سنة صدت، تمام؟ وتأكلت و سبب قد يكون صرف، ماسورة الصرف اللي في الشارع مكسور، والصرف بتاع الشارع والمنطقة اللي انت فيها كلها بيصرف تحت بيتك لسبب ما، تمام؟ او تحت البيوت اللي في المنطقه بتاع كسر الماسوره، تمام؟ ده بيأثر عليك وبيأثر بيأدي لتأكل مواد الصرف دي، هتأدي لتأكل الخرسانه وتأدي لصدع الحديد، تمام؟ ماسوره الصرف بتاعت بيتك نفسها اللي هي انت بتجمع فيها الصرف بتاع الادوار، وبتبقى عندك بياره جوه البيت بتقوم مطلع من غرفه التفتيش ديت، بتقوم مطلع على غرفه التفتيش بقرف الشارع، وكيف الماسوره ديت مثلا معديه تحت البيت بمسافه معينه حصل فيها مشكله، فانت بتصرف تحت البيت عندك، فعندك عدم القواعد مثلا حصل فيها حاجه بسبب الموضوع ده، وهكذا. فاما كان السبب انت بتعالج السبب، مش بتعالج بس الايه النتيجه بتاعته، ان انا عندي شواء مرمى في خرسانات وتسليق وحديد وكلام من ده، اوكي؟ فبعد ما عملنا بقى كل الاحتياطات وخدنا كل الخطوات ديت، تمام، وعملنا العلاج، سواء كان العلاج ده مؤقت او دائم، ممكن اعمل علاج مؤقت لموضوع مثلا الماسوره مكسوره ده، تمام، خلال الفتره اللي انا شغال فيها، وبعد ما اخلص شغل خالص ابقى اعمل علاج دائم بقى، علاج سليم 100%. ان انا ممكن اجي اعمل العلاج الدائم الاقي فيه مشكله ان انا اعمله
لاني لسه شغال، فممكن العقد الدائم ده يرجع يكسر تاني ويرجع يحصل فيه مشكله تانيه، ان ايه لسه ما قفلتش الشغل. اوكي، طبعا نفس فلسفه ومفهوم الشغل اللي احنا شغالينه عموما في موضوع الترميمات والتدعيم، اللي هو ايه، ان انا بكسر في الجزء اللي موجود عندي في طرف القاعده، تمام، وبحط حديد اضافي، تمام. طبعا قدامنا نموذجين هنا، النموذج انهي الاعلى في الحمايه او الاعلى في الاحمال، تمام. النموذج طبعا اللي فوق، اللي فوق ده انا عامل فوق تاج زي تاج عمود بقلوب يعني، تمام. عامله ليه؟ عشان البنش، عشان حمل العمود ده ممكن يكون حمل عالي، فعامل بنش حمل ثقب عالي على القاعده، فعشان كده ايه قمت مزود ايه الابعاد في الجزئيه ديت، وعامل نظام التسليح دوت عشان ايه، عشان ازود عمق القعده اقوم الحمل العمود يقدر يزيد، تمام. طبعا من المعلوم بالضروره برضو ان انا لما بعمل زياده في ابعاد القعده بعمل زياده في ابعاد العمود. اوكي، ما هو مصمم القعده ومصمم العمود، تصميم الاثنين مرتبط ببعض، ان الحمل جاي من هنا منقول لهنا، فمش هينفع يبقى عندي قعده 5 في 5 واحط عليها عمود 25 في 60، تمام، حاجه مش منطقيه اكيد يعني، فالاثنين مرتبطين ببعض. فانا طبعا طالما هرمم عمداني يبقى لازم، او هدعم عمداني يبقى لازم ادعم اواعد، طالما ادعم عمداني يبقى لازم ادعم اواعد، ان مش معقول ازود ابعاد القعده واسيب العمود زي ما هو، ابعاد العمود وازود اسيب القعده زي ما هو، وهكذا. اوكي، فنيجي بقى للقصه نكملها بان احنا نشرح المثالين دول، في انك لما بتيجي تكسر هنا بيظهر لك رجل القعده، الرجل بتاع التسليح بقوم مكسر الكفر، وقوم مطلع رجل التسليح دي مدخلها جوه الخرسانه الجديده، واقوم مكسر الرجل ده مدخله جوه الخرسانه الجديده، واعمل بقى الايه التسليح بتاعي زي ما انت شايف كده، اقوم حاطط التسليح اهو، تمام، واقوم جاي وهنا مزرع الجزء ده، تمام. بخصوص موضوع التزريع طبعا احنا بنزرع بعمق التخريم بيوصل ل 10 الفار، يعني السيخ لو فاي 16 يبقى نزرع 16، لو فاي 16 هنزرع 16 سم. اوكي، تمام، والفتحه بتاع التزريع بتبقى ال 16 دي زائد 4 مثلا، يعني الفاي 16 16 مللي زي زائد 4، يبقى البونطه اللي هستخدمها في الدريل هتبقى 20. ليه 20؟ ال 4 مللي دول بسيب من الناحيه دي 2 مللي ومن الناحيه دي 2 مللي اللي هم هيبقوا فيهم ايه ماده التزريع، وعشان السيخ يعرف يدخل ويطلع ويمنح ماده التزريع تمنح حواليه بنسبه 100%. اوكي، زودنا الابعاد وزرعنا الحديد. طبعا التزريع بيكون برضه استجرد، يعني التزريع بيكون تبادلي، لما باجي ازرع ما بزرعش كل الحديد بزرعه على خط واحد، لا بحاول ازرع من ايه من اماكن مختلفه استجرد كده، اللي هم بيسموه رجل غراب. اوكي، ده حاجات عامه يعني في كل طرق التزريع وكل طرق التدعيم والترميم. طبعا قبل ما بدعم المسلحه بدعم العاديه بنفس الطريقه، بحط بقى العاديه دي لو عاديه كبيره يعني سمكها اكبر من 30 40 سنتي، تمام، فكده شايله معايا سمكها 30 سنتي دي كده شايله معايا في الاحمال، فبزرع فيها سياخ يعني مش فرشه نظافه يعني، بزرع فيها شاير برضو، واقوم صابب الحديد صابب بالخرسانه المستجده مع جنب الخرسانه ديت، وبستخدم بقى الايه السياخ اللي انا مزرعها دي في ربط تساعدني برضه في ربط الخرسانه القديمه بالجديده وهكذا. اوكي، تمام. طيب هنا هو عمل ايه؟ زود ابعاد القعده وحط حديد تسليح فقط، يعني زود ابعاد القعده وحط حديد تسليح فوق، بقى عمل حاجه زياده ان هو زود العمق، تمام، زود العمق، تمام، ده الفرق بين الصورتين، تمام. والاثنين طبعا بتشوف سيستم الحديد اللي عندك والرسمه بتنفذ ايه التسليح اللي هو حاططه لك على الايه على الطبيعي، تمام، زي ما هو موضح كده. طبعا ده توضيح تقريبي للموضوع بتاع التسليح. يشمل ده بقى اللي احنا بنقوله، ان انت تقوم طبعا بتستخدم مواد التزريع المعتمده والشركات المشهوره والمعروفه، وضربنا مثال قبل كده بكيما بوكس 165 ماده التزريع بتاعه كيماوي البناء الحديث. اوكي، او ما يمثلها مثلا في شركه سيك او في شركه هيلتي او خلافه، تمام. وطبعا الشركات الاجنبيه بتدي نواتج اسرع من الشركات المصريه عموما، ومواد التزريع بتاعتها بتشك بشكل اسرع، تمام، والكفاءه بتاعتها عاليه بس اغلى في السعر، فانت بتوازن زي ما قلنا بين السعر وبين الكفاءه وبين جوده الشغل اللي انت شغال فيه ومستواه وهكذا، والاحمال اللي انت شغال عليها كده.
طبعا قبل ما من صب الخرسانه الجديده لازم ندهن الخرسانه، سطح الخرسانه القديم بيبقى السطح ده سطح خشن، يعني بعمل عمليه زنبره للسطح، ما بيبقى السطح ناعم عشان يساعد على ربط الخرسانه القديمه بالجديده. تمام. اضف الى ذلك ان انا بدهن السطح ده بماده ربط زي كيما بوكس 104، تمام، عشان تربط الخرسانه القديمه بالخرسانه الجديده، الخرسانه الجديده بالخرسانه القديمه. اوكي. ممكن استعيد عن كده بان انا اعمل مونت اديموند 65 عشان ربط برضو الخرسانه الجديده بالقديمه وهكذا. تمام. وحطينا الحديد وزرعنا وبعد كده ايه صبينا بقى الخرسانه الجديده سواء في العاديه او في المسلحه. تمام كده، ده اجمالي الموضوع. نفس الخطوات اللي هو كاتبها هنا اللي احنا بنعملها، ازاي الخرسانه جزء من الخرسانه من القاعده، صب جزء المستجد لحامل حديد، دهن الصلب للسطح، دهن سطح بماده تساعد على التماسك اللي هي الكيماوكس 104 تدهن بيها سطح الخرسانه القديمه، صب الخرسانه الحديثه. دهن الصلب دي دي حاجه مهمه برضو، بدهن الصلب سواء القديم او الجديد، يعني اللي انا مطلعه من قبل الخرسانه القديمه بعد ما بصنفره طبعا بالطرق المعتاده زي ورق الصنفره، فرشه السلك، صاروخ وفرشه سلك او بالرماله، بعمل كل القصص دي وبعدين بدهنه بقى سواء الحديد القديم او الجديد بالايه؟ بماده مقاومه، عندها مقاومه عاليه للايه؟ للصدى، زي الكيما بوكس 131 او الزنك ريتش من شركه سيكا وخلافه. تمام. كده اجمالا احنا ايه غطينا الموضوع. بعد كده صبيت القاعده بتاعتك، صبيت القميص الجديد اللي انت عامله القاعده ده زي قميص، زي قميص العمود. تمام تمام بقى ايه عندك قطاع جديد شغال يعني بكفاءة مع القطاع القديم، فدوك ايه؟ فدوك قطاع كبير بيشيل احمال الجديدة. تمام. وزي ما قلنا طبعا القصة دي بتبقى منظومة كاملة بين القواعد والعمدان، ان انا بعمل مصنع هزود احمال على المبنى مثلا، او هزود مثلا مبنى 5 ادوار عايز اخليه 7 8 9، فهعمل ازود قطعات الاعمدة وازود في الادوار، وازود بعد كده لما اوصل للدور الارضي ازود قطع العمود بتاعته، لو عندي رقبة عمود بزودها، وبعدين بزود القعدة. اوكي. هنا بقى قصة تانية، وهي ان انا عندي القعدة نفسها، تمام، او طريقة تانية، وبعمل لها خوازيق. خوازيق، تمام، خوازيق مستجدة او مستحدثة. بعمل الخوازيق اهي، وبعمل زي ما انت شايف كده بحفر تحت القعدة وبدخل تسليح جديد، وبعمل ايه مخدات تسند عليها الايه القعده القديمه، يبقى اعمل مخدات كده تسند عليها القعده القديمه، وبعدين ايه الخازوق طبعا بيبقى شايل الحمل عليه. اوكي. تمام. دي اول طريقه اللي هي دون زياده في سمك القعده، ما زودناش سمك القعده. هنا في طريقه كمان بزود سمك القعده وبعمل الخوازيق برضه، يعني بزود سمك القعده بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، بنطلع قشاير ونعمل حديد المستجد، بس بايه بنبقى قبل ما نعمل القصص دي كلها عملنا الخوازيق جنب القعده مباشره، وطلعنا القشاير بتاع الخوازيق، بحيث طبعا القشاير بتاع الخوازيق لازم أن تخش جوه القعده. تمام. دي مع زياده ايه، مع زياده في سمك القعده. هنا عمل نفس القصه بس ما زودش سمك القعده، وعمل سيستم للتحميل على الخازوق، عمل سيستم اهو زي اللي موجود قدامنا ده للتحميل على السوق على الخوازيق، كاميرات اساسيه وكاميرات ثانويه مرتبطه بالقاعده نفسها ومرتبطه بالعمود عشان تشيل عن تشيل حمل القاعده توديها على الخوازيق. اوكي. الموضوع ده بيطبق بطريقه احسن شويه، هي اللي بيسموها المايكرو بايلز. المايكرو بايلز دي خوازيق صغيره سمكها ما بيزيدش عن 25 سنتي مثلا او 20 سنتي. تمام. بتطبق في الحاجات دي طبعا، المنشآت بقى اللي بتطبق فيها القصص دي بقى منشآت مهمه جدا، انا مش قادر اعمل فيها شغل معين او مساحه حجماني والاحمال عايزه تزيد و فطبعا التكلفه بتبقى معاك مفتوحه، يعني ميزانيه تساعدك على القصه دي. تمام. لانها تبقى مكلفه، فبعمل خوازيق صغيره. الخوازيق دي بتبقى ايه؟ بتبقى بتشيل من قاعده. تمام. نفس الفكره دي، يعني هي الفكره دي بتاعت المايكرو بايز، بس قصدي احيانا بعملها من جوه القاعده نفسها، يعني ما بيبقاش عندي مساحه ان انا ازود ابعاد القاعده مثلا او ظروف حكماني، فبقطع في القاعده. اوكي. وبعمل المايكرو
بس طبعا ده مش سهل يعني وصعب، بس يعني احد الطرق اللي اللي بتطبق في بعض الاماكن وبتشتغل يعني ايه على القصة دي، وممكن تشوف لها فيديوهات على اليوتيوب وخلافه. تمام. نخش في اللي بعد كده، نفس الكلام اللي احنا عملناه اللي هي زيادة المساحة، طلعنا اشياء جديدة، ربطنا القديم بالجديد، زودنا المساحة بتاع العادية والمساحة بتاع المسلحة. اوكي، دي زيادة المساحة والعمق برضو، عمل نفس القصة، طلع بتاع بس صب جزء ايه فوق. دي زيادة المساحة والعمق، تمام، ودي زيادة المساحة والعمق مع عمل خوازيق، نفس الصور اللي احنا شرحناها بس بطريقة ايه، بطريقة او بطريقة رسم مختلفة بتوضح او بتركز على توضيح المفهوم نفسه يعني. تمام، زي ما انت شايف انا عامل مخدات او قمر، تمام، هنا القمر واقف وهنا القمر نايم، وحمل عليه الايه الخوازيق في الحالتين، تمام، بحيث ان ايه حمل الخوازيق يتساعد في الموضوع. طب انا امتى ممكن الجا للموضوع ده؟ احيانا ممكن الجا للموضوع ده في منشا جديد، يعني منشا يكون نفذناه فعلا، بس لما نفذناه اكتشفنا ان فيه مشكله معينه، زي مثلا تصميم القواعد غلط، تمام، طبعا دي كارثه. فانا مش ما عنديش بدائل كتير او ما عنديش حلول كتير وعندي احمال عاليه او خلاف، فجيت احسبها لقيت ان انا عشان اغيره مثلا اعمل احول القواعد المنفصل قواعد مستمره دي فيها مشكله مثلا، فبلجأ لطريقه البايلز وكده. اوكي، فلازم أن يكون عندي اكتر من بديل، وزي ما قلنا طرق التنفيذ في كل بديل مختلفه عن التاني. هنا بقى، هنا بقى القصة اللي لسه كنت بقولها دلوقتي، اللي هي تحويل قواعد منفصلة لقواعد مستمرة. عندي دي قاعدة منفصلة ايزوليتد ودي قاعدة منفصلة ايزوليتد، عايز بقى اربطهم في بعض، تمام، فاعمل ايه اساس مستجد الناحية دي واساس مستجد من الناحية دي من كل بقى الايه النواحي، تمام. طبعا عشان اعمل الموضوع ده نفس القصة برضه واكسر في القديم، بعمل تزريع واطلع قشاير واحط التسليح وبعد نصب. بس في حاجة مهمة جدا هنا، الموضوع ده في حتة مهمة جدا، ايه هي؟ ان التحميل بتاع الاساسات دي لازم أن يكون عالي على التربة اللي هنا، فالتربة اللي هنا لو ضعيفة او مش مدموجة كويس انا الاساسات دي اللي عاملها كده بقت عبء عليا مش ميزة. اوكي، يعني حفر اسفل خاصات القواعد القديمة، تمام، ودخلنا بقى التسليح بتاعنا وكده، وعملنا الطرف في رباط بالخرسانة العادية والعادية القديمة، وصبينا وسلحنا الاساس المستمر وصبينا الاساس المستمر وهكذا. بس قبل ده كله لازم اتاكد ان انا دامج ما بين القواعد دي كويس جدا، تمام، دامج ما بين القواعد دي كويس جدا بعد ما حفرت وهكذا دمجت كويس، عشان دلوقتي اعمل التحميل وبعدين اعمل خرسانه عاديه المستجده واقفلها الخرسانه المسلحه المستجده، تمام، كل ده بنفس الفكره. طبعا اساسي ان في طرق تانية للموضوع، بس احنا بنتكلم في الطرق الايه المتاحه في السلايدز اللي احنا بنشرحها، انما قد يكون الموضوع له اساليب وطرق كتير جدا بتتغير وبتتطور مع الوقت، بس ايه بتختلف من مكان التاني، تمام، ومن امكانيه في متاحه في مكان لامكانيه متاحه في مكان اخر. بس الطرق اللي احنا بنتكلم عليها دي هي الطرق الاساسيه يعني، او الفلسفه الاساسيه لموضوع ترميم والتدعيم نفسه. زياده العمق واضافه حديد تسليح مستجد، تمام، اه شوف هنا عمل تحديث تسليح مستجد بس في نفس الوقت عمل ايه كمر مقلوب، يعني نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بس زودنا هنا الايه الكمر المقلوب. وطبعا عمل رقب عمدان، زي ما قلنا عمل رقب العمدان عمل لها قمصان، زي ما ايه زي ما كنا بنتكلم، مش هينفع تعمل الحاجات دي كلها للقواعد وانت ايه والعمدان هتبقى زي ما هي، ما انت كده معنى انك وصلت لمرحله انك حولت الاساس من ايزوليتد لكومبايند، انك زودت الاحمال بشكل كبير بشكل ملحوظ، فطبيعي العمدان القديمه مش هتكون واخده في الاعتبار الزياده دي في الاحمال، تمام. فهنا كل القصه انك ايه بما ان الاحمال زياده فانت تقوم تعمل كمر مقلوب، كمان عملت سيستم كمر مقلوب تربط بيه القواعد مع بعضها وتربط بيه الايه الرقبه العمدان دي مع بعضها. اوكي، هنا بقى عمل تيجان للاعمده، زي ما قلنا هنا عندي اساس اصلا مستمر بس البنش عالي فعامل لي مشكله، تمام، فعملنا تيجان للاعمده، طبعا بتخش من السطح وبزرع اشاير الحديد وبتدخل الاشاير وبتربط الاشاير القديمه في الجديده وهكذا وبتزرع وبتربط، تمام تمام زي الفل، ماشي. بعد كده عندنا نعمل كمرات مقلوبه، تمام، نفس فكره تيجان العمدان بس على كمر بقى،
تمام، برضه بتزرع قشاير وبتخشن السطح وبتربط القشاير القديمة بالجديدة وبتدهن السطح القديم وبتصب الخرسانة وبتضيف على الخرسانة مكونات بتساعدها على زيادة السننس وسرعة الشد وهكذا، سرعة الشك. تمام، وطبعا بنراعي ان السطح الخرسانه يكون قديم، وبنراعي الاعتبارات اللي قلناها اشرنا لها اكتر من مره في موضوع زراعه القشاير، زي ان العمق يكون 10 رفاي، وزي انك تزرع بقطر يكون مناسب للقطر السيخ اللي انت هتزرعه، مثلا قلنا قطر السيخ زائد 4 ملي، وبتعمل عمل تسريح مستجد وبتدهن السياخ وبتربط الخرسانه القديمه بالجديده عن طريق ان انت بتدهنهم بماده ربط وبتصب الخرسانه المستحدثه. ده كده عملنا كمرات مقلوبه. تمام، في هنا بقى لو انت عامل لبش اصلا، تمام، بتزود سمك اللبش. احيانا بعد ما نصب بنحب نعلي، نلاقي ان سمك اللبشه مش مكفي، فنقوم عاملين الموضوع ده، نعمل كراسي ونعمل تزريع ونعمل ايه تسليح جديد لللبشه من هنا، ونربط التسليح القديم بالتسليح الجديد ونصب اللبشه. تمام، وطبعا لازم هنا نربط بالعمدان، يعني لازم نربط ونزرع حديد في العمدان عشان نربط التسليح ببعض. تمام، ادي كده اجمالا اتكلمنا عن الموضوع بتاع القواعد، وذكرنا اهم الحاجات اللي في الموضوع واشهرها. يعني نرجو ان انتم تكونوا استفدتوا بالموضوع، وشكرا جزيلا على الاستماع والمتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.